السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أبو محمد من ريف أعزاز من الريف الشمالي. أنا واحد من الناس ذهبت لقتال مع الأوكران ضد الروس، وبقيت بأوكرانيا مدة 3 شهور. ولما خلصت مدة 3 شهور حاسبونا الأوكران وجيت على سوريا. لما جيت على سوريا رحت لأشتري موتور بارت من تجار أعزاز، وأنا عند التاجر خبر علي دورية الشرطة العسكرية من الجيش الحر، وجدت الشرطة العسكرية أخذتني معها على فرع الشرطة العسكرية بعزاز، وحققا معاي إني عم روج لدولار مزود. مع الأسف اكتشفت بعدين بعد ما حققا معاي إن الأوكران محاسبيني بالدولار لكن كله مزود. شايفين الفرق؟ هاي دولارات اللي عطوني إياها كلها مزورة، هاي الأصلية وهاي المزورة. شايفين يا شباب؟ ما لنا مصلحة نقاتل مع الأوكران، الأوكران مصابين بدهم يقتلون الشعب السوري بدون مقابل، لا حدا يتورط ويروح على أوكرانيا.